واصلا واحد كمان من المتالقين افضل حكم فار في قاره افريقيا، الكابتن الكبير كابتن محمود عاشور معايا ايضا عبر الهاتف الان. كابتن محمود مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا، تحياتي وتحيات الكابتن جهاد جريش. تحياتي ليك كريم، تحياتي الكابتن جهاد، اشكركم طبعا على الدعم واشكركم على الاهتمام، بشكر جهاد طبعا على تحليله للحالات، ونتمنى ان شاء الله يبقى موجود باذن الله في الفتره اللي جايه مع الحكام ويستفيدوا بخبراته الكبيره. طبعا جهاد من الحكام الكبيره اللي على مستوى عالي جدا، يمكن انا زميلته وعاشرته لفتره طويله جدا، واتمنى ان شاء الله ان كل دور الفتره الجايه مع الحكام المصريين لانه ان شاء الله هيبقى اضافه للناس الموجوده زي الكابتن محمد فاروق او ابراهيم نور الدين. احنا محتاجين كل الكوادر اللي تقدر تساعد مساندة التحكيم المصري وتفيد الحكام سواء احنا او صغيرين. يمكن انا من سن جهاد بس انا يمكن مطول شويه في الموضوع. انا طبعا بشكركم على اهتمامكم، والحمد لله يمكن الاداء في البطوله الاداء الحمد لله كويس بفضل الحكام كلها ليا، وختمت النهارده باداء ممتاز لابراهيم والمجموعه لامين عمر واحمد حسام وابو رجاء الغندور ومعروف. كنت اتشرفت ان انا اكون متواجد معاهم في عرس الفار، والله لك الحمد، الحمد لله ومبروك لتحكيم مصر. اهم لقطتين في البطوله، لقطه مباراه الزمالك وبيراميدز هدف اوباما، ولقطه اليوم هدف نادي الزمالك. وكان الكابتن جهاد بيتكلم من شويه على لقطه هدف الزمالك وقال ان هي في منتهى الصعوبه وممكن تفوت على كتير من حكام الفار، لكن حكام الفار النهارده اللي انت كنت موجود في غرفة الفار كابتن محمود قال ان القرار كان ممتاز، وكابتن جهاد ممكن حتى يكمل. اولا مبروك يا حوده، وماتش هايل وبطوله مميزه لمحمود عاشور اللي احنا قعدنا فتره، حكم فار مميز، عملت قبل نهائي اكتر من رائع، وعملت حاله تحكيميه في مده زمنيه هايله. الاتحاد الدولي دايما يشيد لما يطلع قرار صحيح، وفي مده زمنيه اللي عملتها دي ده تميز كبير من حكم كبير، حكم فار محترم. ان شاء الله يا حوده موفق ان شاء الله الفتره اللي جايه، لان وجودك في التحكيم المصري مهم، وان شاء الله مستنيينك برضو في الملعب، حكم كبير، والنهارده بدايه ومفتاح فتحته الباب للتحكيم المصري ان شاء الله في الدوري المصري الفتره اللي جايه. والله الحمد لله بشكرك طبعا، ربنا يكرمك كابتن جهاد. يمكن زي ما انت قلت اللهم لك الحمد، هي هدايا ربنا بتجيلك في المباريات، وربنا بيكرمك ان انت تتصرف فيها، بيبقى بفضل ربنا يعني قرار بيطلع سليم او تركيزك سواء في المباراه الاولى او المباراه النهائيه، فبتبقى عارف بتعمل ايه بالظبط. كابتن محمود انا بعتذر والله ان انا بقاطعك، بس انت استخدمت لفظ مهم جدا، انت تقول انه اللقطتين دول تحديدا او اللقطات المهمه جدا زي دي انت اعتبرتها هدايا. طبعا، وهي ما انا بقول لك خلي بالك، ما انت علشان ربنا سبحانه وتعالى يديك حاجه يميزك بيها هي هديه، وان انت كنت تصرفت فيها سليم فده لوحده بيبقى نعمه من ربنا. وخلي بالك لما بتبقى المباريات كبيره وطرفها اهلي وزمالك ومباريات مسمعه والناس كلها مستنيها، ويجي لك العاب وانت ربنا فيها وكامل فيها شغلك بضميرك واللي انت شايفه لما احترام يعني لا بيهمك لا لون لا اللون ده ولا اللون ده، واللي انت شايفه تحسينه فيه صحيح. فده وخلي بالك الحمد لله الواحد عمره ما لما بتبحث يا كابتن كريم على تميز ممكن تقع فيه او فاهم يخونك التوفيق او يعني زي ما قلت الصواب، انما لما تجيلك الالعاب وربنا سبحانه وتعالى يهمك ان انت تعمل شغلك صح وتطلع النتيجه ويكون فيها يعني الحمد لله رضا وقناعه لكل الناس، فده هديه من ربنا سبحانه وتعالى. انت عارف انا ليه عجبني ليه لفظ هدايا؟ في حكم يقول لك ايه، يا رب ما يجي لي حالات صعبه عشان ما يحصلش جدل وما يحصلش حكايات. يعني انت مثلا بعد مباراه بيراميدز والزمالك ناس انتقدتك، ممكن بعد مباراه النهارده انا ما تابعتش، انا دخلت بعد المباراه على طول، فهتلاقي ناس تقول لك لا كابتن محمود عاشور تعمد انه الهدف ما يتحسبش، تلاقي انتقادات طول الوقت وتبقى بطل الحكايه. بس تبقى البطل، انا اعتقد انك تبقى مبسوط انك تبقى البطل المنور يعني. والله انا اقول لك يا كابتن كريم، هو زي ما انت بتقول احنا بنتمنى كلنا ان الماتش يعدي بدون اخطاء وما يجيلكش حالات صعبه، بس لما يجي لك حاجه وربنا سبحانه وتعالى يبقى لك وانت تتصرف فيها صح فانا بعد دي حاجه ثانيه. هو انت خلاص اتعودنا ان مع في ثقافه تشكيك كبيره جدا في الحكام الفتره اللي فاتت، واحنا بنحاول نعدل ده ونحاول نفهم الناس الدنيا بتمشي ازاي. احنا ما بنطلعش نتكلم على العاب بس بنطلع نشرح، يمكن ده دور برضه جهاد، يمكن من الناس القليله جدا اللي لعبت فار
من اول الناس اللي لعبت في مصر في الحكام فار، فيقدر يوضح للناس التقنيه بتشتغل ازاي وايه الدور بتاع الحكم اللي بيعمله وان النتيجه دي مش بتاعتك. فتقعد يعني اتكلمنا كتير جدا وستيل لغايه دلوقتي الناس بتطلع وتشكك في حقوق وتشكك في كلام. بس خلاص بقى ما بقاش بالنسبه لنا يفرق الموضوع انا عندي نتيجه طلعت هي دي اللي عارضها للناس. الكرة بتطلع اون سايد بتطلع اوف سايد مش بتاعتي، انا بعمل قراراتي وبمشي بالكاميرات اللي عندي وبالتقنية اللي موجودة خلاص ما بيفرقش معايا بعد كده. والله العظيم ده بقى دلوقتي الواحد هو اللي شايف، انت ما بيفرقش معاك التسلل ده على مين ولا اون سايد على مين والكرة دي لمين، ما كل ده ما بقاش يفرق، هي نتيجة بتطلع طلعها على الشاشة والقرار بيتاخد خلص الموضوع. الحمد لله ما يعني خلاص بقى يعني نتمنى ان الناس يكون عندها ثقه. احنا الفار جديد علينا، يمكن احنا من اول دوره في افريقيا فعلا اتفقنا الفار، بس لسه الناس لازم يعني لازم يبقى في تعرف الدنيا ماشيه ازاي وايه الحاجات المسلمه وايه الحاجات اللي فيها تفسير وفي حاجات كتير قوي يعني. صحيح وده كبير جدا ليكم وطبعا للمتخصصين اذا كان كابتن جهاد وكابتن سمير عثمان وكابتن ياسر عبد الله كل المحللين كابتن جمال غندور كل الناس اللي اشتغلوا في قناه الفار واللي يقدروا يوصلوا للناس المعلومه صحيحه. صحيح. كابتن جهاد عايز تقول حاجه للكابتن؟ عايز اقول له مستنيين منك موسم رائع السنه ان شاء الله. احنا وقفنا معاه كتير لان فعلا كان يستحق السنه اللي فاتت يبقى موجود وموجود بقوه، ومع ذلك مع الصعاب الكبيره اللي كانت موجوده راح مثلنا بصوره محترمه في الاولمبياد، وان شاء الله مستنيين في كاس العالم ان شاء الله 2026. فبالتوفيق ان شاء الله محمود، وان شاء الله موسم موفق ليك ولكل زمايلك، وان شاء الله موسم موفق لتحكيم مصر عموما ان شاء الله.